إذن بعد ما تطرقنا لأساسيات العمل على البرنامج وبعض الأمور الأخرى، إحنا راح نبدأ نتطرق لها. يعني كل ما نبدأ نعمل على البرنامج أكثر راح نبدأ نتطرق لها من أمور الحذف والكوبي والكثير من الأمور الأخرى اللي إحنا راح نبدأ نتطرق لها، أمور السيلكت وأمور السناب كلها. الآن راح نبدأ في أول بروجكت، إنه راح نتعرف من خلاله على الإليمنتس اللي موجودة عندي ضمن التاب الخاصة في الكونكريت. وراح نعمل طبعا سمبل تاور، راح يحتوي لك على عدد من الجريد في اتجاه الاكس مقدار 5 يعني الاسبان، واتجاه الواي نفسيتها. ثم بعد ذلك راح نبدي نعطي اليفيشن 1 طبعا عدد الادوار 1، ثم نبدي نكرره من خلال الكوبي اند بيست. ولكن في الاساس خلينا في البدايه نقوم بضبط اعدادات الجريد حتى توضح عندنا كل شيء. اضغط على كنترول بي حتى تجي الى الاكس واي بلان، ثم اضغط على البروبرتيز. راح تلاحظ عندك اعدادات الجريد كالاتي، انه في البدايه عندي اعدادات، عندي 5 يعني 5 بايات في اتجاه الاكس و5 في اتجاه الواي، وبالتالي راح تصبع عندك الاليفيشن بهذا الشكل 1500. طبعا راح نبديها من الاساس، راح نعتبر ان الاساس هو متر ونص 1500، ثم بعد ذلك عندك 0، ثم بعد ذلك 3500 3 امتار ونصف. وبالتالي انت اذا ردت انه تكرر الادوار بحيث انه لكل دور له بلان خاص فيه، فلا بد انه تكرر، تقول انا عندي 3500 وابدي اكرر هذا الكلام 3500 3500 وهكذا. احنا طبعا راح نبدي نشتغل على الكوبي بيست بصوره مباشره. راح نقول انه انا عندي 1500 بالنسبه للاساس، عند الصفر عند 3500 الدور الاول نبدي ناخذ البلان الموجود على 3500 ونبدي نكرره الى الاعلى. طبعا الان بالنسبه للليبلز الموجوده عندي في اتجاه الاكس، هي راح تكون عندك 1 2 3 4 5 6. مثل ما تلاحظ عندي الباي 1 2 3 4 5، وعدد الجريدات هي لحد 6 باعتبار انه راح يزيد عندك بواحد. بالنسبه لاتجاه الواي راح يكون عندك اي بي سي دي اي اف، باعتباره ان هي بالفعل عندك اي بي سي دي اف 5 بايات. طبعا اما بالنسبة للزيت فراح تكون عندك كالاتي، سالب 1500 اوكي، ثم زائد 0، ثم بعد ذلك زائد 3500، ثم بعد ذلك اضغط على ابلاي لعملية الحفظ اوكي. الان خلينا نتجه الى عمل الفيو اللي احنا طبعا راح نحتاجه حتى نقوم في عملية النمذجة. ارجع على 3D view، اذهب الى creative view ضمن الفيو، ثم بعد ذلك راح اقول له عندي نيو فيو along to a grid، ثم بعد ذلك راح اقول له كرييت، ثم بعد ذلك ابدي اذهب الى الاليفيشن اللي موجوده عندي، هذه وحده 2 3، وابدي اعمل لها كرييت يعني ضمن الفيزبل فيو. الان ارجع، لو تلاحظ في الويندو اصبح عندك كم فيو، عندك 3D فيو وعندك الصفر اوكي، وعندك السالب 1500 و3500. الان ايش راح استفاد من عندها هذه الفيو اللي انا انشئتها؟ طبعا مثلا انا في الصفر راح ابدي بانشاء الكولم، في 3500 راح ابدي بانشاء يعني هنا راح انشئ الاعمده وانشئ مثلا الشير وول جدران القص، في 3500 ابدي انتقل راح انشئ البيم وانشئ السلاب مثلا، وفي السالب 1500 يعني من الصفر الى السالب 1500 راح ابدي انشئ ايش؟ اقوم بانشاء الفاونديشن. وبالتالي مثلا اتجي على 3500 او بشكل مباشر على 3D فيو ابدا احدد الكولم والشير وول وكل هذه الامور، وابدا احددها بالكامل واعملها ريبليكيت الى الاعلى بعدد الادوار اللي اني اريدها.